الحصان I have no other choice غير ان انا اصدق فيه. لو ما جبتش ميدالية ابقى لسه مش ناجح. الكلمة بالنسبة لي دعم. محمد زيادة 25 سنة سينجل خريج صيدلة حاليا عملت ابلاي لفيترناري ميديسن. احنا كنا رايحين نادي سموحة انا وابويا وامي عشان نجدد اشتراكات النادي. فالنادي نقل المبنى الاشتراكات temporary كده لمكان الفرصية عشان المكان الاساسي كان بيحصل فيه construction. فانا كنت صغير جدا كنت 5 سنين ورحت فهم دخلوا بتاعوا انا لقيت حصان ازرق حلو قوي عاملين كده دلوقتي فهمت اللي هو كان عامله ده قبل كده ما كنتش فاهم حاجه فعملت كده عامل كده كومبينيشن ابرايتات ان سكوير وعمال ينط الكومبينيشن ان اند اوت ويلف ان اند اوت مش عارف ايه فالموضوع يعني بالنسبه لي كان وهم حصان وبينط مش عارف ايه فرحت قلت لامي اركب حصان بعد اذنك وبتاع مش عارف ايه هنيجي تاني طبعا نادي سموحة ده ما شفتوش ايه اسبوعين ثلاثة فاهم ان انا ايه نو تشانس ان انا لانها خلاص هي دخلت هنا بقى اي حصان يعدي في الشارع بجري على البلكونة عشان اشوف الحصان وبتاع مش عارف ايه قعدت ازن عليها لازم اركب حصان راحت واخداني في يوم الساعة 11:30 بالليل والنادي بيقفل 12 فاهم اللي هو يعني ايه هنروح وقفلت وانا خدتك والدنيا كانت مقفوله فاهم فراحت كان حسام فرج هو اللي ماسك الفروسيه وكان خلاص النور كله قفل مفيش عمود واحد شغال وحسام فرج لسه بيقفل مكتب الـ بتاعه في النادي وهي بتقول له ممكن نرجع لها يا فندم احنا قفلنا خلاص فلقاني كده صغير قال لي طب استنى في حصان يعني كان عوض السايس بتاعه قال له عوض هات غريب الدار كان حصان ازرق برضه فطلع الحصان الازرق قعدت عليه لفتين فاهم امي بقى نزلت فامي بتساله يعني ايه هو صغير قوي على انه يبتدي ها يعني هو قول لي فقال لا يا فندم ده السن مناسب وعنده قعده مش عارف ايه ورباني ومش رباني ده لازم يجي ينضم لمدرسه الفروسيه انسى بقى ان امي طلعني منها تاني خلاص خلصت كده بص الفروسيه هي اللي شكلت شخصيتي كامله يعني هي وامي الحاجتين دول يعني الفروسيه خلتني ما اخافش من حاجه خالص زودت لي ثقتي في ربنا بنسبه مش طبيعيه يعني الحمد لله يعني ان انا بتاع بس طبعا كده بس يعني زودت لي الصلة دي بقت اي حاجة انا داوت انا ما يهمنيش اي حد انا معايا ربنا وهي على كده يعني خلتني seeking perfection ومش accepting اي حاجة maybe حتى لو ينفع تبقى maybe فبقت شوية OCD يعني امي رقم واحد ومية وتلتمية ومليون باشمهندس هشام حطب طبعا كريم الزغبي بص كل واحد قال لي كلمة غلط او صح انا بعتبرها دعم الغلط اتعلمت انه غلط فمعملوش والصح اتعلمت انه صح فبعمله فالكلمة بالنسبة لي دعم سواء هي صح او غلط انا مش فرقالي بس انك تقولي كلمة ده بالنسبة لي دعم يعني ممكن الفرصية كلها دعمتني من أصغر واحد فيها لأكبر واحد فيها وهم بيتكلموا مع بعض كده فاهم
يقول راجل يقول ده انا مثلا اديت الحصان ده النهارده فول وذره وزيت نزل نط مش عارف ايه، اروح رايح اجربها. فاهم؟ الولاد الصغيره مثلا تقول اصل مثلا الحصان ده عنده سكوب بينزل بعيد ولا مش عارف ايه. فاهم؟ ابص على كل حصان بينزل بعيد ولا لا. فاي كلمه كانت بتتقال بالنسبه لي كانت دعم. في فتره من الفترات وانا عندي 18 سنه او سنه جامعه، ودي ما حدش عارفها خالص نهائي الا انا وامي، انا قررت ابطل خير. كنت بقالي خلاص بقى يعني عملت كل حاجه في مصر. فاهم؟ خير صعبه، خير سهله، بطولات الجمهوريه من الخامسه للاولى، عملت كل حاجه وما كنتش عايز بقى اعمل حاجه، عايز اطلع بقى، عايز امشي، عايز اسافر بره، عملت بطولات بره بتاع مش عارف ايه، مش عارف اصفر خيري، مش عارف اصفر. طلعت لامي قلت لها بصي انا حاسس ان انا بجري في مكاني. قلت لها مش عايز اكمل، مش عايز افضل كل الوقت متضايق ان انا مش عارف اطلع خطوه لقدام. وقررت ان انا بطل، بس ما بطلش بطولات، ابطل تمرين. فانا كنت بروح البطوله بس، يعني الناس كانت بتشوفني في البطوله بس، انا ما بقعدش على حصان في النص. ودي كانت اكبر غلطه عملتها في حياتي، اكبر غلطه عملتها في حياتي ان انا قررت ابطل. بعد لما بطلت وعملت كل بقى حاجه، رحت بقى عملت جيم واي انجويد لايف بقى، وخرجت مع اصحابي وجامعه ومش عارف ايه، وعملت الشله اللذيذه في الجامعه وبره الجامعه واتبسطت وكل الكلام ده كله، ما لقيتش نفسي. مش انا هذا الشخص. يعني انا واحد اتعلمت ابقى ديسيبلين، اتعلمت ابقى عندي تارجت وجول اشتغل عليهم. فانا لقيت ان الخروج تارجت، يعني اروح فين النهارده هو ده التارجت بتاعي. ولا لقيت ان الصحاب والشله والانبساط، ما لقيتش الجول بتاعي في الانبساط، ما كانش في كده. فرجعت لامي قلت لها انا عايزه، انا قررت ان انا ما لقيتش نفسي في اللي انا كنت بعمله، انا لاقي نفسي بس على حصان. والدراسة انا كده كده بعملها، فانا عايز اعمل الحصان، بس عايز اعملها لو هروح بالبوت والسرك، ولا هتفرق معايا بقى انا تحت اي حاجة، بس هشتغل واي حاجة اي حصان هيبقى معايا هعمل بيه نتيجة. بص دي الصراحة مؤسسات الرياضة، مؤسسات التعليم هما اللي كانوا بيدعموني فيها. ياريهم تيجي الجامعة، ياريهم ييجوا الدكاترة. عميد الكلية كان دكتور سهام الخشن هنا في مصر، لأن أنا خدت أول 3 سنين أو أول 4 سنين في هنا في مصر، أنا عملت آخر سنة برا مصر. وزارة الشباب والرياضة كانت بتخاطب وزارة التربية والتعليم العالي للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي كانت بتخاطب الجامعة، ورئيس الجامعة دكتور عبادة سرحان يخاطب العميدة دكتور سهام الخشن، والعميدة تخاطب الدكاترة، والدكاترة تخاطب المعيدين. فانا عارف اعمل الكلام ده كله، انت فاهم القصة؟ طبعا ده قصة، وان انا اصلا كنت معظم الوقت في بطولات ومسافر برا مصر مش عارف ايه. فامي هي اللي لازم تاخد الجوابات من الاتحاد الفروسية توديها للجامعة، تظبط لي الاتندنس ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده 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 عشان انا اعرف انزل اذاكر. اختي عشان هي برضو خريجة صيدلة فتعمل لي سامريز للمحاضرات، فلما انزل ما اخدش وقت في المذاكرة. هي مؤسسة، خلي بالك، هي ما هياش يعني ايه، ما هواش واحد لوحده، عشان بس لا هو ده في شركه ماشيه بتعمل الموضوع. يعني بص مصر اتطورت، طبعا اتطورت، طبعا اتطورت. لما يبقى عندك البيز بتاعك فيه 180 واحد بيركب فانت اتطورت،
يعني على الاقل اتعرفت. احنا قبل كده ما كانش فيه ارقام دي تركب خيل. نعمل ايه عشان نطورها؟ اول حاجه انا بناشد وزير الزراعه. انا كمحمد زياده متاهل الاولمبيات، نفسي اشارك بحصاني اللي في مصر. انا مش عارف اطلع حصاني اروح اشارك بيه بطوله بره، بياخد 3 6 شهور، بيتكلف مصاريف خياليه. طب يعني يا ريت حد يتحرك يعمل الموضوع ده، يعني يا ريت حد يتحرك الموضوع ده. البلد بتتقدم في كل المجالات، البلد وزير الزراعه بطلب من حضرتك ان حضرتك تحل مشكله الخيل بتاعه قفز الحواجز، ان هي تروح تشارك في البلاد التانيه. حضرتك احنا بنعرف نطلع اوروبا، ما بنعرفش نطلع البلاد العربيه. يعني بلد عربي مش عارف اسفر لها حصاني، لازم اسافر اوروبا وارجع من اوروبا للبلد عربي، بكلفني 40,000 يورو. يا معالي الوزير بعد اذن حضرتك اتدخل في الموقف، احنا بناخد 3 شهور عشان اسفر حصاني من هنا لحته، بيكون فقط بدنيته فقط مستواه الرياضي فقط كل حاجة، بيكلفني فلوس خيالية في الحجر هنا في مصر وفي السفر. فيعني يتقلل لي فلوس الحجر يدعمني في فلوس السفر، انا مش طالب منك حضرتك تدعمني في فلوس السفر، بس قلل لي فلوس الحجر، قلل لي وقت الحجر. طب خلي لي الفلوس بتاعت الحجر وقلل لي وقته، يعني حل لي المشكلة، لأن دي مشكلة تابعة لوزارة الزراعة. أنا مش عارف أطلع حصاني من مصر لأي دولة عربية، مش عارف. أنا حصاني ممنوع يطلع من مصر لأي دولة عربية، وزارة الزراعة ساكتة بقالها 7 سنين. فيعني احنا مش عارفين نعمل ايه عشان اطلع اوروبا، باخد 3 شهور، موضوع بيكلفني 20,000 يورو من فلوس الحج لفلوس الطيران. اتكلف 20,000 يورو كمان عشان اسفره من اوروبا لاي دولة عربية، كل ده عشان اوصل البطولة، يكون حصاني اصلا يعني اوصل البطولة ابتدي بقى اجهزه عشان ارجع بيه اوروبا تاني. فيعني طب سهلوا لنا اي حاجه، يعني سهلوا لنا فعلا اي حاجه. هي دي مهمه، ان اللي عمل الحاجات دي كلها مصري. لا مهم محمد زياده عمل ايه ولا المهم راح فين، المهم ان اللي عمل كده مصري. ده التارجت بتاعي، ده التارجت بتاعي، ومش التارجت ان انا ابقى رحت. انا قلت لك لو ما جبتش ميداليه ابقى لسه مش ناجح، ما استحقش مصر تحط جنبي، ما استحقش انا اتحط جنب مصر لو بالمعنى الاصح يعني. فلو انا ما عملتش ميداليه ابقى لسه، مش معنى كده ان انا لا انا هفضل احاول لغايه لما اعمل الميداليه لو ربنا اراد. اللي انا عايز اعمله عشان افضل في القصه دي، ربنا يقدرني وافضل اعرف اشتغل كل يوم اكتر من الاول. لو ربنا وفقني ان انا اعرف اشتغل كل يوم اكتر من الاول، باذن الله هعرف افضل في المكان اللي انا وصله دلوقتي، ويا رب احسن. 2014 انا كنت عامل بلان بطولة العالم، it didn't work. دي اول failure في الموضوع يعني، فعشان بس الناس فاكره ان هي كانت target and success، لا هو كان target failure target success،
ومش سكسس كمان. يعني انا السكسس بالنسبه لي ان انا اجيب ميداليه، ما جبتش ميداليه يبقى didn't succeed till now. ف ده كان البلان. البلان ان انا كنت الاقي حصان 8 سنين 9 سنين I work him for a year and I get ready this way. يعني ده كان الفاينانشال سبورت اللي قدامي، يعني ان انا لسه هصرف ولسه هعمل مش عارف ايه الكلام ده كله، ده كان ده الفاينانشال سبورت اللي قدامي. اوكي لان انا كنت صافي حصان من هنا لبره، ده كان ميشن امبوسيبل، يعني كانتش موجوده الاوبشن ده. فما ما 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 لقيتش حصان وما نفعش. فاشتغلت بقى قلت ايه خلاص يبقى سنتين دول، طبعا الاولمبيكس ما كانتش تارجت، قلت السنتين دول انا هشتغل تاني، هنمي اكتر المهارات عشان اعرف لما يبقى التارجت موجود حتى لو مش احسن واحد اعرف اديليفر. فجاء محمد النجار اشترى حصان اللي هو كابتشينو، فانا كنت رايح الامارات النيشنز كاب، فمحمد النجار اداني حصان انط بيه النيشنز كاب في الامارات، اتاهلت لبطولة العالم، وده كان تارجت. التارجت ان انا كنت اتاهل في الامارات لبطولة العالم، واتاهلت في الامارات. بعديها عملت دي مع محمد النجار ان انا هأجر منه الحصان لغاية بطولة العالم، وانا اللي هتكفل بمصاريف الحصان في الفترة دي بالدكاترة بكل حاجة. وحصل بالفعل، هما كانوا 6 شهات، هما 6 شهات، انا اتأهلت، بعد كده بدأت اعمل وحش 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 عشان اعرف اعمل كويس في بطولة العالم. بص في الاول خالص كانت صعبه جدا جدا، يعني فوق ما تتصور. ريسنتلي يعني ابتدينا انا كشخصي انا ابتديت اتلقى الدعم من خلال سبونسرز، وزاره الشباب والرياضه، ممثله في دكتور اشرف صبحي عامل كونتراكت مع روابط سبورت المسوق الحصري بتاعي مع اللجنه الاولمبيه المصريه ممثله في باشمهندس هشام حطب، عاملين بقى هو سبونسرز مع البنك الاهلي الاوفيشال سبونسر وادي دجله، دعم مادي جاي من الجزء ده كله. في الدعم اللي هو في الرياضه بقى سبونسرد باي سقاره بتاع ده لبس خير من احلى البراندات في العالم دلوقتي، ممثله في زينه حسني، بشكرها جدا طبعا على كل الدعم. طبعا بشكر كلهم، يعني روابط سبورتس، بنك الاهلي، وادي دجله، وزاره الشباب والرياضه، دكتور اشرف صبحي، لجنه الاولمبيه المصريه، اتحاد مصر الفروسيه، مهندس هشام حطب. فيعني الحمد لله الحمد لله ان هم بيعملوا كل ما في استطاعتهم، ما في استطاعه البلد، ان هم يدونا الدعم اللي احنا بناخده دلوقتي. هيلاقيك اصل بص رياضه الفروسيه مصاريفها ما بتخلص، فهو سهل بروسس، هو ما غطاش كل التكاليف، هو ما غطاش كل التكاليف، ولكن سهل، يعني سهل بنود كتير قوي، يعني شال بنود من عليك برضو كان عبء كبير يعني. ولكن احنا طبعا محتاجين مزيد من الدعم لو الشركات الخاصه والحاجات دي كلها. يعني احنا عملنا انجاز تاريخي في 60 سنة، ما حدش عمل اللي اتعمل ده. رياضة الفروسية دلوقتي انت ويك ان ويك اوت عندك نتيجة عالمية في رياضة الفروسية لمصر، يعني محتاجين دعم اكتر، محتاجين سبورت اكتر من انا مش هقول من البلد الصراحة، لان البلد يعني كتر الف خيرها في ظروف الكورونا والكلام ده كله، ان هي اصلا احنا الاقتصاد بتاعنا بيمشي يعني، فكتر الف خيرها. لا مش هطلب من بره، بس هطلب من الشركات اللي بتدعم الرياضه ان هم يزودوا شويه الدعم للرياضه الفروسيه. فعلا عندنا من احسن تالنتس مصر. انا هقول لك لما واحد فينا يعمل نتيجه قولها. لطوكيو أهلت 2